بس عندي سؤال واحد، الناس ما بيعرفوا بمحل انه اللي موجودة هون على الارض هي حجة. اليوم انت حجة؟ حجة وبكل فخر، حجة مرة، للأسف مرة، أنا ودي أكثر من مرة، ولكن رايحة العمرة 14 مرة، آخر مرة قبل شهر. قصة إنه أنت اليوم الحجة حليمة، يعني حجة. اليوم برأيك المشاهد اللي عم يحضر اللي ما بيعرفك بيصدق إنه أنت حجة؟ حجة وبكل فخر. اليوم اللي بيشوفك حليمة بولند واللي بيسمع واللي بيقرأ واللي بيشوف الشائعات شو بده يقول؟ بيقول إنه إذا حجة وعندها هيك، شو حال لو ما حاجة؟ عندها هيك اللي بنشوفهم على اليوتيوب وعلى اللي بينكتبوا الشائعات اللي بتطلع واللي بينحكوا فيهم. الشائعات تظل أقاويل ناس حقاد وحساد، ولكن اللي يعرف حليمة تدري بقول لك شغلة؟ كملي والله كملي. والله أنا لا أزايد ولا أحاول أن أتاجر بالدين، ولكن أنا إنسانة صريحة. تدري إن اليوم وغلات بناتي اللي ما عندي أغلى منهم، أنا إنسانة ملتزمة بصلاتي، أنا إنسانة ملتزمة بصيامي. يعني أنا اليوم ما أبي أقول هالكلام، بس يمكن لأن أنا قدوة لجيل أو لبنات. قدوة؟ ربما بعض البنات يشوفوني قدوة اليوم، مو بس أنا، ممكن أي فنانة تكون قدوة لفنزاتها على الأقل. تتحجبي؟ أتمنى. ليه بعد ما تحجبتي ما زال هالقد ملمة بالدين؟ وخبروني إنه لما تكوني خارج البلاد وعم تكوني سهرانة وقت الصلاة بتأدي فروض الصلاة بوقتها. كمان أنا ما صدقت، ما بعرف ليه، بس انبسطت بهيدا الشيء. وأي متى هذه؟ أكيد نسرين قايلت لك. نسرين تحية كبيرة لها لنسرين، لأنه نسرين حدا بحترمه وبحبه كمان، مثل كمان نكون مرة كنا مسافرين شرم الشيخ، فعلا كنا طالعين بكوفي ومستانسين، قلت لهم لا انا لازم ارجع الاوتيل اصلي واطلع. فعلا هذا الموضوع حقيقي. ليه بعد لهلا ما تحجبتي حليمه؟ عايشه بالكويت وبمنطقه يعني بلد اسلامي، صحيح. وعاداتك وتقاليدك واهلك كلهم يعني ملتزمين، صحيح. ليه ما تحجبتي؟ اتمنى يجي هاليوم اللي اتحجب فيه والتزم. اتمنى 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 بالعكس. اذا اجى اليوم، يعني انا دائما اقول اللهم لا تتولاني الا وانت راض عني، فيا رب الله ما ياخذ امانتي الا وانا بافضل حال وراضي ربي ووالديني واهلي. اذا اجى اليوم، اذا هيدا اليوم كان اليوم انك حليمه تتحجبي، تقبلي تتحجبي على الهوى؟ تلبسي حجاب على الهواء؟ لا، لسبب بسيط، لأن أنا يوم اللي أفكر بالحجاب ليس رياء أمام الناس ولا لمجرد بروباغندا إعلامية، يعني منك وإنما مقتنعة، وإنما لإيمان كامل وصادق بوضع الحجاب وقتها. لا أبي إعلام ولا أبي برامج ولا أبي صحافة، راح أعتزل كل شيء. شربل، بدي اعزبك كمان من مدير المسرح اللي بدي اقول له ميرسي. انا عبالي تتحجب، شوف كيف تطلعي بالحجاب فيني؟ اكيد مثل القمر. مين قال؟ انا بقول هلا الحجاب بجمل، الحجاب بجمل الشخص، مش بس جمال خارجي، يعطيك جمال وصفاء ونقاء داخلي. يلا اعمليها. اتمنى وراح اكمل معاك الحوار كله بالحجاب، ايش رايك؟ اوه، ايش رايكم شكلي بالحجاب؟ رائع، حلو. يلا نكمل الحوار. فيني اقول لك شيء؟ طلعتي احلى بكثير من منك محجبه. عن جد، ثانك يو.